زي ما احنا كنا بنقول، يعني احنا يمكن بجد في برنامجنا، احنا برنامج رياضي، واي برنامج رياضي بيتكلم دايما عن البطولات اللي مصر بتستضيفها. احنا اصبحنا بمعدل كل شهر عندنا اكتر من بطولة عالمية على ارضنا، وفي نفس الوقت ده بيرجع لاسباب كتيرة. وطبعا فكرة ان انا اصلا بستضيف بطولة عالمية بهذا الشكل، انا بيبقى عندي مكاسب كتيرة، منها طبعا الترويج للسياحة، دخل مفروض بيخش لي، حاجات كتيرة، ماركتينج للدولة، فكرة ان انت بتنظم يعني بطولة عالمية اكيد بيجي لك صحافة عالمية. ففي الاول وفي الاخر كلها قصة او قصة نجاح. مظبوط. معلش بس ده ليتلي، خليني ابدأ بالموضوع من الاول عشان سادة المتابعين برضو يبقوا فاهمين انا كنت فين وايه اللي حصل عشان اصبح في الليفل او المكانه اللي انا فيها دلوقتي. لا هو اكيد تنظيم احداث عالميه او بطولات دوليه على ارض مصر بيكون ليه اثار يعني ايجابيه كتير جدا، زي ما حضرتك قلتي ليها شق سياحي، شق اصلا ليه علاقه بان انت بتقوي البنيه التحتيه اللي موجوده عندك من منشاتك، بتقدر تصنع كوادر شبابيه وكوادر بشريه جديده تقدر انها زي الفولنتير زي كل المجالات، انت كده كده بيبقى عندك اصطف كل المجالات تقدر ان انت تحركهم تشتغل بيهم. اكتر من بطولة نالت استحسان كل الناس اللي كانت موجودة، ومش اشادة على الورق او ان هم الناس عشان هم ضيوفنا فبيقولوا الكلام ده، لا ده في ناس اوريدي طلبت انها تاخد وتستعين بكوادر مصرية كانت موجودة في تنظيم احداث عالمية كانت موجودة في مصر لبطولاتها اللي هتكون موجودة عندها على ارضها. فمحدش هيجي يجاملك في انه يكون بيطلب منك طلب لحد مشارك ما من هي دولة دي عندك الطفرة يعني. اللي بنتكلم عليها، مظبوط. ازاي بقى الطفرة دي حصلت؟ يعني ليتلي احنا اصبحنا كده، بس احنا في الاول من كام سنة لا احنا كان في مشكلة، هل هي كانت نقص امكانيات ولا هي ما كانش في قرار ولا لا الارادة ولا ايه هي بالظبط؟ هقول لك على ببساطة وبوضوح شديد، انت كنت مستصعب الامر، شايف انه انت انت مثلا اكبر منك في القصة. هنظم بطولة عالم، طب ازاي، وطب ومتطلبات الاتحاد الدولي، طب والناس دي يعني بتكون طلباتها قاسية الى حد كبير، لكن انت خلاص لما نزلت على الارض وشفت ايه اللي لا انا اقدر اعمل ده، ما عنديش ادنى مشكلة، لدرجة ان يعني انت خلاص بقيت لو انت اتطلب منك تنظيم بطولة، احنا على فكرة ده اوريدي حصل، كان بطولة العالم كان في بطولة اسمها بطولة الجائزة الكبرى للسلاح، كانت هتتنظم في احد دول امريكا الجنوبية، والاتحاد الدولي عندهم مشكلة ان في خلال 40 يوم الدولة اعتذرت عن استضافة البطولة. طب يا جماعة ممكن مين اللي ينظمها؟ مصر. طب يا انتوا جاهزين يا مصر؟ اه جاهزين ننظم البطولة. كان قبلها بقد ايه تقريبا؟ 37 يوم بالظبط، يا نهار ابيض. يعني اقل من 40 يوم، انا بقول لحضرتك 37 يوم انتوا جاهزين تنظموا البطولة، وعلى فكرة البطولة كانت في رمضان، رمضان اللي فات، ايوه اخر 3 ايام في رمضان، لدرجة ان احنا كنا جينا في النص، طب احنا هنشتغل يومين وهيبقى خلصت التالت البطولة العيد ولا وعيدتوا هيبقى بعد التلات كده. ايام هم يكونوا كلهم كده كده في رمضان. انا عايز استاذ